كابتن محمد شوقي بيقترب من الاستمرار في جهاز روي فيتوريا. اقترب محمد شوقي مدرب عام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الاستمرار في الجهاز الجديد للفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا. من المقرر أن يحسم اتحاد كرة القدم قراره النهائي في اجتماع هذا الأسبوع. وفي تصريحات لعبد الستار صبري نجم منتخب مصر وبنفيكا البرتغالي السابق أنه فيتوريا هيعقد جلسة معاه بعد ما يرجع من البرتغال لبحث انضمامه للجهاز المعاون. يعني أبستار اسم كبير جدا في عالم كرة القدم المصرية، محمد شوقي اسم كبير جدا في عالم كرة القدم المصرية، وخد خبرة وتعامل مع جهازين أو ثلاث أجهزة فنية مع كابتن حسام البدري أعتقد على ما أتذكر. لا ما كانش مع كابتن حسام أعتقد، أعتقد لا كان سيد معوض اللي مع كابتن حسام بدري، كان مع كيروش وكابتن إيهاب جلال ومستر كارلوس كيروش، وكان مع المنتخب الأولمبي مع كابتن شوقي غريب. وبالتالي اشتغل في ثلاث أجهزة. كابتن عبد الستار صبري برضو اشتغل كذا مرة مع أجهزة الناشئين والشباب، فبالتالي كل واحد له خبرته، كل واحد له اسم كبير جدا. مين اللي هيختار؟ إن شاء الله اتحاد كرة القدم هيختار خلال الأيام القادمة من سيكون المدرب العام لمنتخبنا أو المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني. وكمان أعتقد هيحسم موضوع مدير المنتخب اللي أنا اتكلمت فيه مع حضراتكم قبل كده، من خلال هل سيكون الأستاذ محمد خالد غرابة ولا هيكون حد تاني، مش عارفين لسه حتى هذه اللحظة. اتقال بعض الكلام إن لا هيتشال هذا المنصب من المنتخب تماما، ولكن اتقال بعد كده لا ان احنا هنشغل حد، بس مين محدش عارف حتى هذه اللحظه.